بالهواية السبح وكذا والشرقيات. بعدين تجاوزنا هاي الهواية إلى مرحلة يعني أنه صارت مهني طبعا هذا الحكي بعد التحرير. وأنا من خلال هالفترة قبل التحرير كنت عم جمع بهالوين شفت قطعة حلوة عليا قيمة يعني كذا، فكنت قيمة بالبيت. كان في صعوبات كتير بالنسبة لنا يعني، خاصة بعد ما صار حصار، بالنسبة ما في تعاون بين المحافظات. فهلأ معظم الأمور اللي عم نجيبها أو القطع الأثرية هي عن طريق الفيس. نحنا مشتركين مجموعات، بتعرف مثلا سوق إدلب، سوق سرمدة، حتى بين المحافظات. في عنده قطع نادرة، في عنده قطع أنتيكة حلوة، بيع بيشتري أي شيء بحسه أنا هيك له قيمة تراثية، مو إنه كقيمة مادية. القيمة المادية هي بتجي من تراث القطعة، من أهميتها، من قدمها، من قيمتها المعنوية. في عندك الطبنجات، في عندك الأزايز الأراجيل، في عندك المسابح القديمة هيك الثقيلة، الخواتم، إن كان البلور، في قطع بلور نادرة. هاي اكثر شيء انه متساهويني انا بطلع عليها، بس اكثر شيء انه لفت نظري بهذا المحل في عندك الطبنجات هيك قدمها وجماليتها.